يلا يا نور انا ماشي. عايزه حاجه؟ اه عمر ثانيه، بقول لك انت كويس؟ اه انا كويس مفيش حاجه. ليه في ايه؟ مش عارف، حاسك متغير اليومين دول، في حاجه مخبيه عليا. انا عمري خبيت عليكي حاجه؟ برضو هو بس ضغط الشغل مش اكتر، انت عارفه شغلانتنا. ماشي هعديها لك، بس لازم تعرف ان انا جنبك وجاهز اسمعك في اي وقت تبقى قادر تتكلم فيه، وكمان لازم تعرف ان اي حاجه مهما كانت احنا نقدر نعديها مع بعض. عارف كده ولا مش عارف؟ انا كل اللي اعرفه ان انا متجوز ست بس ب 100 راجل. أرض لك يا عمر بيه. يا زوز ولا يهمك، كده واحدة قصاد واحدة، اللي جاية بقى هتقول مين اللي يكسب. أنا برضو اللي هكسب، أنت مش هتكسب تاني يا سيدي على الثقة. ما تاخدش على كلامي، بس يمكن أنا متأكد إن نفسي أطول من نفسك شوية. طب ما أنا كمان نفسي طويل يا عم زياد، وطالما كسبتك مرة هكسبك تاني. هنشوف. السلام عليكم. الواد زياد ماله يا كابتن مصر؟ معرفش ماله، ده كان بيضرب فيك اكنك عدوه.